بسم الله. Lektion 7. Ich kaufe im Supermarkt ein. Ich kaufe im Supermarkt ein. Hier trennbare Verben. الأفعال المنفصلة. فيوجد أفعال لا تنفصل. ويوجد أفعال متصلة بأحرف ولا تنفصل. ويوجد أفعال متصلة بأحرف وتنفصل. Ich kaufe im Supermarkt ein معناه أنا أشتري في أو أتسوق في السوبر ماركت. أين كوفا قسمها أين وكوفا. طبعا الأين بعض الأحيان لديه بعض المعاني الثابتة، وأظن غالبا لا. فإيش كوف أين، فهنا نرى أنه تغير. إيش أز أرستس، مثل الإنجليزي نبدأ دائما بالفاعل وبعدين الفعل، فكوف أخذنا الجزء الأول، والأين يبقى في الأخير خالص. مثلا لو أضفنا الشيء في النص فيصبح إيش كوفا إم زوبرماركت أين، أنا أتسوق في السوبرماركت. فإيش كوفا أخذنا الجزء الثاني ووضعنا الجزء الأول في النهاية خالص. طيب أريد أن نضيف أشياء أخرى نضعها في النص كمان. إيش كوفا هايتا إم زوبرماركت أين، فأنا أشتري اليوم في السوبرماركت، والأين جعلناه دائما في الآخر. حتى لو أضفنا الساعة، المكان، أي شيء مع أي شخص مثلا، هذا كله في النص. هنا لدينا الخن باغ فيرب أين كوفن قسمها، فيقول إيش كوف إن زوبرماركت أين، جعل الكوفن أو الكوفا بوزيتسيون تسفاي، يعني يبقى دائما في المكان الثاني. إن زوبرماركت أجزاء الجملة الأخرى فهي تبقى هنا، والأخير يصبح دائما أين. طبعا هنا مودال فيرب انترين بار فيرب، لو ركبناهم فيصبح كيف إيش موس مورن أين كوفن. فالموس كما تعودنا في المكان الثاني، باقي الجملة أيا كان الوقت الزمان حروف الجر اسم مجرور نظام هنا، وبعدين أين كوفن كما هو. Trennbare Verben im Nebensatz. يوجد شيء لازم تعرفونه، Nebensatz und Hauptsatz. فالهوبتساتس كلما اقترب الفعل للبداية يصبح هوبتساتس. أما النيبنساتس في الجملة النيبنساتس الفعل يبقى دائما في البعيد عن البداية. مثلا Ich gehe jetzt ins Bett. أنا أذهب الآن إلى السرير. فاصلة بسبب الفعل. الآن هذه الجملة كأنها تمت نوعا ما، فهذه نيبزاتس يعني جملة جانبية. weil ich morgens immer schon um 6 Uhr aufstehe. فالإيش هنا في البداية والأوفشتيه هنا في الآخر، فهو نيبزاتس. بسبب ماذا؟ بسبب الفايل. فإيش gehe jetzt ins Bett، أنا أذهب الآن إلى السرير، لأنني كل صباح بسبب الأس morgens يعني jeden morgen كل صباح immer دائما um 6 Uhr aufstehen أستيقظ دائما في الساعة السادسة. إلى هنا أي سؤال؟ طيب trennbare Präfixe. طبعا هذه الأشياء أو هذه الأجزاء تسمى Präfixe. فلدينا الأب مثلا أب فاغن يعني أبدأ في الذهاب في الباص مثلا. uncommon وصول مثلا. aufstehen مثلا. طبعا هنا يعني الكلمة هذه أو الجزء هذا ليس لديه شيء ثابت أو معنى ثابتة. aus مثل ausschalten أغلق المفتاح أو الضوء. einschalten أفتح الحاسوب مثلا. fernsehen مثلا مشاهد التلفاز. herkommen آتي لهنا. mitkommen أذهب معه مثلا. stattfinden مثلا. طيب نعم هو في حاجة اسمها شتات تايلن؟ stattteilen
هذه أجزاء المدينة، لكن هي هذا اسم، ليس فعل. تايل نيمن مثلا يشارك في أم فاغن، يسوق حول شيء فور. لا، أنا حاليا هنا للفو ليس لدي فعل. ذك جيهن، أذهب من هذا المكان مثلا. ذك جيهن فايتها فاغن، أكمل الذهاب بالسيارة. سو، لو أحد لديه فعل يكون جيد. سنين سونيمن، تمام، جيد جدا. سونيمن يأخذ وزن أو يزيد الوزن. سو ريشت und zurück، هي هنا zurück fahren مثلا، أرجع بالسيارة. سو ريشت finden، لكن صعب. طيب zusammen، zusammen kommen مثلا، أن نلتقي مع بعض أو أن نتقابل من جديد. ف der Wort Akzent ist immer auf dem Präfix einkaufen. يعني هنا نضغط قليلا في المد. abfahren مثلا، ankommen. أحد لديه أي سؤال؟ erstens، طبعا قلنا أنه هذه سأقطعها. قلنا أن اليوم الترينبار فيرب، الأفعال المنفصلة. فأينس، طيب نعدل الأينس، نمرة 2، لأن هي فقط نطق الكلمات. نمرة 2، der Arbeitstag fängt an، يوم العمل يبدأ. ergänzen Sie die Verben، أكمل مع الأفعال. كل واحد يأخذ اسمه. Frau Handa، können Sie anfangen bitte؟ Ja, hallo. Ich steige an der Station. Station. Wir sind in die Uhr 6 ein. فأنا أدخل أو أركب محطة الويست إند التي في برلين، الأو 6، يعني كل قطار له اسم، كل قطار له اسم، فهذا القطار اسمه أو 6. طيب نمرة 2 كمان. Umsteigen an der Station Hauptwache steige ich und nehme die U1. Genau, richtig. عند محطة الهوبتوخ أغير أمشتاجن، يعني أركب شيء آخر. ونيمة دي U1 وأخذ الأوبان، المترو تحت الأرض، رقم 1. Frau Rupia, Nummer 3. Am Südbahnhof steigen ich aus. Steigen oder steige oder steigst? Steige ich aus. Ja. Aus. فأنزل من السودبانهوف، محطة السود، الجنوب. Nummer 4. Pünktlich um 8 Uhr. كما إيش إم برو أن. تمام. الساعة 8 بالضبط، pünktlich، أصل إلى المكتبة، البرو. طيب الأستاذة شيماء جاهزة؟ ولا في المرة القادمة؟ طيب الأستاذة هند، نمرة 5. Es ist sehr warm. Ich mache das Fenster auf. Tamam. Können Sie das Wort wiederholen? Es ist sehr warm. Genau, warm. Es ist sehr warm. Ich mache das Fenster auf. هو حار جدا، فأفتح النوافذ. رقم 6، نمرة 6. Mein Kollege كم rein und sagt. تمام، كم rein und sagt. زميلي يدخل ويقول.
Frau Rupia. Reinkommen. الحين رقم 6، ليه ما حطيناش الغاين في آخر الجملة؟ هي آخر الجملة الأونت تؤدي إلى الجملة الثانية. الأونت كونكتو فاصل بين الجملة والجملة الأخرى. تمام. Es ist kalt hier. Machen Sie doch das Fenster zu. Genau. هو بارد فممكن أو افعل أغلق النافذة. ثم أغلق النافذة. Nummer 8. Ich mache das Fenster wieder zu und fange mit der Arbeit an. تمام. أنا أغلق النافذة wieder من جديد وأبدأ بالعمل. وأبدأ بالعمل. أي أحد لديه سؤال؟ هاتي من فاقم؟ هاي ناي أوكي. Nummer 3. Mein Tag, schreiben Sie Sätze. Wir haben Wörter und wir müssen die Reihenfolge machen oder finden und einen Satz bilden. Nummer 1. Ich muss immer um 6 Uhr aufstehen. Ich muss immer um 6 Uhr aufstehen. Frau Schemer, ممكن تفعل الثاني؟ لحظة واحدة، يعني أنا لم أكن مركزة لأني كنت أحضر أو أحضر أشياء يعني. تمام، يعني أخذ غيركم نعم وبعد ذلك. نعم أوكي. فهو من كان دوره الآن؟ فعال عندي. يا تمام. إيش فانجل؟ Ich fange sieben halbe Stunde Uhr. 7:30. هو في طريقتين لقراءة الساعات، فممكن نقول هذا هو الفورمال 7:30، فالأور يكون دائما في النص، أو نقول halb acht، هذا بين الناس. halb acht Uhr. mit der Arbeit an. لكن لا نقول halb acht Uhr، halb acht فقط. halb acht. تمام. Yeah. Ich fange ich mit der Arbeit um 7:30 an. تمام. طيب، أنا أبدأ مع العمل الساعة 7:30. Nummer 3. Frau Rukia. 3. Ich kaufe am Montag nach der Arbeit ein. Genau. Ich kaufe am Montag nach der Arbeit ein. أشتري يوم الاثنين بعد العمل. طيب، Nummer 4. الأستاذة شيماء جاهزة ولا لسه؟ نعم، ولكن سر هل ستأتي في النهاية كما لأنني لم لا أتذكر إن كانت ستأتي في النهاية مثل أين وكوفن؟ هو zurück kommen، فهو منفصل، فنستخدم أولا الكومن، أولا الفاعل. الفاعل أين؟ إيش؟ إيش؟ بعدين الجزء الثاني؟ إيش كومن؟ تمام، إيش كوما؟ بعدين؟ إيش كوما؟ طيب، um 19 Uhr. Nach Haus. Nach Hause. Nach Hause. Abend zurück. Am Abend zurück. Tamam. Ich komme um 19 Uhr. لكن ich komme. أنا لا أعرف يعني هذا بما أنها ملكة عندي. فإيش كوما أم أبند أم 19 أور نهاوزة سوريك، يعني حتى الأيام والساعة والمكان لهم ترتيب معين، وهذا سنأخذه في البيعين. أوكي، يتس نمرة 4.
أو هاندا glaube ich. Ja, ich möchte oder ممكن أقول مثلا هو ما فيش ممكن أولا، ممكن ما هويتا فيش اختيارات. ممكن. طيب ايش جيها ناين ايش مشتا هويتا اوس جيهن بالضبط، genau richtig. Ich möchte heute ausgehen. أنا اليوم أريد أن أخرج للنزهة. Frau Rukia, Nummer 6. تبقى möchtest du mitkommen؟ Genau. Möchtest du mitkommen? هل تريد أن تذهب معنا؟ Okay. أي أحد لديه سؤال؟ Hat jemand Fragen bei Nummer 3? Keine Frage. Ja? Okay. Nummer 4. Unser nächster Urlaub. إجازة القادمة. Ergänzen Sie die Verben. أكمل الأفعال. Wir haben anfangen. يا ريت لو كتبنا الكلمة. أنفang يبدأ. Einladen يدعو. Mitnehmen يأخذ معه. لحظة واحدة، هل يمكن تمام. لو سمحت يمكنكم أن تبطئوا قليلا حتى نستطيع ما أن آسف، نعم نحفظكم؟ نعم صح. أنفang يبدأ. بعدين einladen يدعو، مثلا ich lade dich ein. Mitnehmen يأخذ معه، مثلا ich nehme meine Tasche mit. Mitkommen يأتي معه، غير يأخذ معه، يأتي معه. مثلا أحمد kommt mit. Abfahren يبدأ في السفر، فمثلا ich fahre um 8 Uhr ab. طبعا fahren يعني مع المترو أو السيارات أو أيا كان. Abfliegen مثلا مع الطائرة. Zurückfahren يرجع، يعني fahren بالسيارة مثلا. Abholen يأخذ، يعني بمعنى أنه شيء موجود أو أمانة مثلا موجودة وأنا أخذها، فهذه أبولن، يعني شيء موجود في مكان معين وأنا لازم أستلمه وأخذه لي، فهذا أبولن. بعدين أنكومن يصل، ich bin heute in Kairo angekommen، وصلت اليوم إلى القاهرة. Umsteigen تحويل مركب من مركب، فمثلا ich steige vom Bus in die U-Bahn um، يعني أحول من الحافلة إلى المترو. هل الجميع استطاع أن يكتب؟ Hat jemand Fragen؟ أي أحد لديه سؤال أو كلمة لم يكتبها؟ mitnehmen يعني mitnehmen يعني يشارك mitnehmen يأخذ معه. يشارك مت teilnehmen. teilnehmen. teilnehmen teilnehmen Okay. Jetzt meine Freundin wohnt an der Nordsee. هي تعيش في النوردسي، البحر الشمالي من ألمانيا، في أوستسي ونوردسي. Und sie lädt mich ein وتدعوني. الآن من دوره. طيب أنا دائما أنسى الترتيب، فأستاذ هاندا، ماينه كيندر. ماينه كيندر هولي اوخ اب أخذهم أيضا؟ احضرهم. لا، يعني هو الأب هولن، أنا صعب أن أشرح هذه. الأب هولن يعني هم أصلا في مكان، لكن الأولاد هم الآن مع الأم، فهمتم؟ يعني عندما أقول أبهولن أنا في مكان والشيء في مكان آخر، فعندما أقول meine Kinder oder meine Kinder hole ich auch ab، يعني أخذهم
أيضا من هذا المكان، لكن هنا الأم والأبناء والأطفال يذهبون إلى مكان معين، إلى يعني النوردسي. كومن أوخ أن كومن أو ميت كومن. متكم تمام، كومن ماين كيندر كوم أو ميت، يأتون معي. أوكي، تمام فور روبيا دي فيريان. دي فيريان هتبقى فانجن منتج عن تمام، الإجازات يبدأون أو تبدأ يوم الاثنين. فرو شيماء أعضا فيا. أبا في ممكن أم فاهم هتكون نفس الكلمة تقريبا يعني لا، أو كل مرة كلمة كل مرة كلمة. طيب كلمة. لحظة واحدة أشوف أي يعني أفكر في أي مناسب. بابا فيا يعني لو قلنا مثلا أنفن، نحن نبدأ يوم الجمعة أبو ولا أيوة أبفن؟ نبدأ أخذنا أب فانجي أنفن أخذنا؟ ماشي، تمام أخذنا. نعم ميت نيمن أبا فيا نيمن شنو أم فقيتك ميت؟ نأخذ معهم يوم ال... أبولن أبولن لا، ميت هي أنا ميت أقول ميت الجواب ميت نيمن نو مش ولا نيمن ما تفهم. أقفارن، يعني نحن نبدأ في السفر يوم الجمعة. أبا فيا فارن أوكي شون أم فتاك. أنا فكرت فيها طيب، لأن لا مش يعني هي أصلا صعبة قليلا، يعني حتى أنا كنت أحتاج بعض الوقت كي أفكر ما هي الكلمات المناسبة. طيب، نعطي للأستاذ شيماء أيضا فرصة أخرى. إن هانوفا مسن فيا. إن هانوفا هانوفا ده مكان هانوفا مدينة قريبة من برلين. مدينة موسم في موسم في أنكومن لا، هو لازم يصلوا إلى النوتسي، فمن المدينة التي هم فيها يذهبون إلى هانوفا ويحولون القطار أو أيا كان المواصلات. فتغيير المواصلات أمستيجن شتايجن. تمام، ممتاز. أمستيجن أمستيجن فإن هانوفا ميسن فيا أم شتايجن، فنحول في هانوفا. طيب، فراو هاندا أم 20 و 18. هو ممكن حضرتك تعلم على الكلمات اللي احنا أخدناها واحد بي صراحة لا أعرف كيف كومنتيرن، صراحة لا أعرف حاليا كيف أستطيع أن أفعل هذا. تمام وير دان ان شانكت بيتر وده زانكت زانت. زانكت بيتر اور دينج ماين نيمن ماين فوندين ميت اونس ام بانهوف هي في نقطة هنا، في نقطة. فير دان ان زان كبيتر اور اوردينج اوردينج كومن كومن ماين بروندين مت نعم لا، هي هنا في نقطة، فالفعل هنا، الجزء الثاني هنا والجزء الأول هنا. فهمتم؟ أنتم ماذا كتبتم أو ماذا قلتم هنا؟ لم أسمع، كنت مركز على الإعدادات. هو يعني هي قالت فير فير شتايجن ام تسفانسي جوا
Hier, in Hannover, دقيقة. In Hannover müssen wir umsteigen. يعني هنا الفعل خلاص انتهى. لأن بسبب müssen. المضارع. فهنا الجملة انتهت وفيها نقطة. فالآن هنا يأتي فعل جديد. Ein neuer Verb. ونهايته هنا. تمام ونهايته هنا. أو يعني خلاص الجزء الأول. يبقى هي كومن هنا يا إيمان. كومن. تمام. 25 و18 بالضبط. وهيوصل. كومن دين أوردن كريمت. أن. مت أوردن جميت هو متكم يأتي مع فنأتي مع مين؟ ما هيأتي معاهم يعني لا هم سايكل وهو هيأتي معاهم هو لا هي الفاينن أصلا في نوتز في النوتزي مان الفاينن بوند عند النوتزي فالأسرة الأم مع الأطفال تذهب إلى هانوفر لوحدهم ومن هانوفر يصلون اثنين للنوتزن فأم 20 و18 يعني من حيث باللغة العربية في الساعة 8:18 نصل في زانك بيتر أودين ايوه يصل متكومن لا أنكومن انكومن ich komme an أنا أصل mitkommen يعني آتي مع أو آتي معا ich komme mit dir mit أنا آتي معك تمام kommen wir und Sankt Peter ordnung mit an لو سمحت an أنا أنا متلخبطة في okay. الفعل ميت كومن وميت نيمن وأن كومن الصراحة تمام وفي تايم نيمن فالدنيا عندي متلخبطة شوية الواحد لازم يكتب بعض الجمل يعني أن كومن يكتب يعني جمل يصل حتى يفهم تمام ميت كومن ميت نيمن يعني يشارك أو يأخذ مع ميت ليس كومن يشارك يشارك شيء آخر نعم مت مت نيمن يعني يأخذ معه تمام تايل نيمن يعني يشارك تمام بالضبط زوبا مي اوكي مت كوم فاوروبيا يعني ايه بقى يأتي معه يأتي معه مت كوم تمام يأتي فاوروبيا ماين فاينل ماين فاينل هي أقول عم أعتقد فيها معنى تاني صح؟ معنى ده هو يتقابل تمام يأخذهم من البانو من المترو تمام صح meine Freundin holt uns am Bahnhof ab genau richtig تأخذنا من البانو فهو jetzt im Norden ist es immer ein bisschen kälter. Für Schemal, und daimen, noana, eine extra Brude. Also müssten wir warme Kleidung. Idan, lasim, nakuz ma'ana, malabis, tudafi. Frau Schema? يعني أقول الفعل هو ما هو الفعل الذي نضعه؟ mit nehmen زوبا تمام also müssen wir warme Kleidung mitnehmen أنا أخذ معنا ملابس دافئة أو هاندا nach 2 Wochen müssen wir nach Hause zurückfahren zurückfahren زوبا أن نرجع إلى البيت شادة للأسف أحد لديه أي سؤال؟ نعم أوكي. أرى أن المستوى يعني يصعب قليلا الآن تشعرون بالتمرين نعم أنا عندي فقط يعني سؤال هو هنا تفضل. يعني بدأنا يعني بدأنا في الكلمات و المفترض أن نحفظ الكلمات بالضبط هو أصلا يعني المفروض أنه الكلمات أصلا موجودة فلازم مع الكتاب تدرسون أيضا كتاب المنشن من أجل المفردات والتدريب على الجمل
وتكوين الجمل وهكذا. خاصة الأرbeitsbuch، الكثير يهمل كتاب الأرbeitsbuch لأنه في آخر الفصل في دائما كلمات وحتى زيادة، يعني زيادة على الكلمات التي في الكورسبوخ، الواحد لازم يترجمها ويكتب جمل منها. أوكي، نحاول أن ننتهي في 7 دقائق مع التمرين الخامس والسادس. هاوس أرbeit، وظيفة البيت. Ergänzen Sie die Verben. طبعا الأفعال كلها بالترتيب، كلها من الآن كلها بالترتيب، فقط التصريف هو المهم. فأوف شتيهن يستيقظ، مثلا اشتيها أم زي موا أوف، أنا أستيقظ في الساعة 7. فوربغايتن يحضر، ich vorbereite oder ich bereite لأنه منفصل، ich bereite das Essen vor، أنا أحضر الطعام. Abwaschen، أغسل، ich wasche das Geschirr، أنا أغسل الأطباق. Anmachen، يفتح. Einkaufen، يتسوق أو يشتري. Zurückkommen، يرجع. Ich komme von der Arbeit zurück، أنا أرجع من العمل. Mitbringen، أحضر معي. Ich bringe Schokolade mit، أنا أحضر معي شوكولاتة. Aufräumen، يرتب. Ich räume das Zimmer auf، أرتب الغرفة. Anrufen، يتصل. Fernsehen، يشاهد تلفاز. Ich sehe fern مثلا. Aufhängen، يعلق. Ich hänge ein Bild auf، أنا أعلق صورة. والأخيرة ausleeren، أفضي. مثلا ich leere den Mülleimer aus، أنا أفضي قمامة أو دلو القمامة. أوكي، أي أحد لديه سؤال في الكلمات؟ هاتي مرفال. ausleeren يفرغ، يفرغ تمام، كنو يفرغ. هل يفضي في المصري يعني؟ أوكي. الله. Jeden Morgen muss ich früh aufstehen. كل صباح لازم أستيقظ مبكرا. Jetzt Frau Handler. Jeden Tag. Jeden Tag bringen ich das Frühstück mit. طيب، نحن قلنا بالترتيب. طيب تمام. بغيت jeden Tag bereite ich das Frühstück vor. Genau. Danach. الأستاذة، أو طيب. نفعلها اثنين اثنين. تمام، danach، بعدين. Danach wasche ich das Geschirr ab. إلى هناك. تمام، إلى جشاء. تمام. فjeden Tag أحضر الفطور وأغسل الأطباق. أو رقية، und und mache die Waschmaschine an. تمام. Dann muss ich einkaufen und kochen. تمام. فبعد ذلك أفتح الغسالة أو أشغل الغسالة بالعربي يعني. Dann muss ich einkaufen، أتسوق وأطبخ. Frau Scheimer، 13 Uhr. Die Kinder aus der Schule zu kommen. تمام، نأخذ الجزء الثاني وبعدين نضع الجزء الأول في الأخير. طيب، aus der Schule kommen die Kinder aus der Schule zurück. ممتاز.
يرجعون الأطفال من المدرسة مانشمان. هل الأستاذة شيماء أيضا؟ كل واحد ضروري. يأخذ. طيب صوت أول اثنين. مانشمان، ماذا تعني مانشمان؟ أحيانا، أحيانا. وجيد ميزي. أنكم تسألون، يعني أنا هذا اشتقت إليه كثيرا. حتى زميلي في البيت لا يسأل. جزاكم الله خيرا. مانشمان، مانشمان في هو مانشمان فاين وفير تايمش زي ما eigentlich؟ لا eigentlich في الحقيقة. Nein, wahrscheinlich. 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 طيب أجيب عليها بعدين عشان تمام. الدقيقتين. wahrscheinlich. طيب طيب ماذا مانشمان تعني تم اسم؟ إلى الطعام. إلى الطعام. مانشماني شنل شنل فراو شيماء شنل لحظة. تمام. برايتن هو الفعل متبرين، يعني يحضرون أصدقاء معهم إلى الطعام، فكيف نجزئ الفعل؟ طيب ميت. وهي يعني انا اللي جاوبت هو صح، الفعل هو صح ولا هيبقى ميت برينجن؟ تمام، متبرين لكن نجزئ، فنقول مانشمال برينجن زي فريندة زوم إيسن مت. مات. تمام. طيب الأستاذة هاندا، Sie spielen dann und ich. und ich räume die Küche auf, putze, bügel, fern, nein, sehen beim Arzt oder in die Schule fern. Fernsehen? لا، الفرنسي ما معه تلفاز، شاهد تلفاز عند الطبيب. أنروفين روفا تمام. وبعدين أرتست أودا إن شولا أرن. لم أسجل، فلذلك سأبدأ الآن لوحدي وأعطي فقط الحلول للأسف. ف später، وصلنا إلى später. später sehen die Kinder fern، بعد ذلك يشاهدون التلفاز. ich hänge die Wäsche auf, أعلق الملابس، und leere die Mülleimer aus, وأفرغ القمامة. Was ist mein Beruf؟ ما هي وظيفتي؟ Ich bin Hausmann، أنا رجل بيت أو المنزل. طبعا في كمان الهاوسمايستر. الهاوسمايستر الذي يسافر إلى ألمانيا، هذا المسؤول عن البناء كلها، يعني أي شيء متعلق بالقمامة أو الكوريدور أو أي شيء، فهو المسؤول عن البناء. الآن ستة. Im Büro schreiben Sie Sätze. فلدينا anschalten، يعني هو يعطينا أولا الأفعال، بعدين سائر الجملة. Den Computer ich um 8 Uhr. فلدينا هنا um 8 Uhr schalte ich den Computer an. طبعا البعض لديه مشكلة في الإش والأم 8 Uhr، يعني كيف أبدأ؟ الاثنين ممكن، لكن الأصلي هو أن إش schalte um 8 Uhr den Computer an. يعني نعرف فقط أنه إش دائما في البداية، بعدين الفعل، بعدين سائر الجملة um 8 Uhr كذا. فالثالث ممكن نأخذه في البداية، بدلا عنه لازم نأخذ الذي في البداية ونضعه في المكان الذي أخذنا منه، فيصبح أم أختوة شايتش دين كمبيوتر أن. طبعا مع التمرينات الواحد يحس نفسه. طيب لدينا الآن كومن أم زيب أم تسين أوا كومت أين ليفرونج أن. طبعا ليفرونج طلب أو أوردر، ممكن أقول Eine Lieferung kommt um 10 Uhr an. تمام. الآن 3. Um 9 Uhr rufe
ich die Kunden an oder rufe ich Kunden an? هذه الجملة الأولى. Und muss E-Mails schreiben. 4. Ich arbeite schnell. هذه الجملة الأولى. بعدين weil. Weil das Meeting um 10 Uhr anfängt. طبعا بسبب الweil أخرنا الفعل وهذا شرحناه في البداية. بعد ذلك 5. Wir können nach dem Meeting mit der Pause anfangen. يعني ممكن نبدأ مع بعد الميتينج مع الإجازة والاستراحة. طيب. Pünktlich um 13 Uhr komme oder muss ich aus der Pause zurückkommen. يعني بالضبط في الساعة الواحدة لازم أرجع من الاستراحة. طيب. Um 17 Uhr schalte ich den Computer aus. أغلق الحاسوب und räume den Schreibtisch auf. وأرتب المكتبة أو المكتب الطاولة يعني. بعد ذلك التدريب الثامن نمرة 8. Ich gehe schnell nach Hause zurück, weil ich heute ausgehen möchte. فهكذا سيكون الترتيب. وتسعة يكون سؤال فنبدأ بالفعل. Gehe ich alleine ins Kino oder kommen Sie mit? أنا في البداية كنت أفكر أن نفعلها هكذا. Ich gehe alleine ins Kino. Oder kommen Sie mit? يعني بحيث أنه أنا أثبت لنفسي وكنت مقرر أن أذهب لوحدي. لكن بعد ذلك كلمتك فأقول يعني هل تريد أن تأتي معي؟ فأقول oder kommen Sie mit؟ وهنا ننتهي إن شاء الله.